الوصفة دي زي ما احنا شايفين كده بالشكل ده هتعملك على تقشير البشرة وهترجع لك بشرتك صغيرة زي الأطفال، بيضاء زي التلج. تابع معايا الفيديو للآخر كلك هتستفاد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. النهاردة إن شاء الله جاي لكم ماسك جميل جدا جدا. طبعا احنا في الحر والأيام دي في موجة حر غير طبيعية، فكل ده عوامل سلبية بتأثر على البشرة. ازاي ان انت تقدري تعملي تقشير الجلد الميت، وازاي ان انت تقدري توحدي لون البشره وتعالجي كل العيوب اللي فيها بماسك امن جدا، وصفه امنه تناسب كل البشرات. تابع معايا الفيديو للاخر. ولكن لو اول مره بتزوروا القناه، فضلا منك وليس امركم بالضغط والاشتراك وتفعيل علامه الجرس ليصلك كل جديد، لايك وشير للفيديو اذا عجبك. زي ما احنا شايفين هنا ده شوفان مطحون، احنا عايزين شوفان مطحون وعايزين زبادي، في دول تانية بيسموها ياجورت او ياغورت، وعايزين كركم. كركم طبعا صيدلية متكاملة. ممكن الوصفة بتاعت النهاردة تضيفي عسل، بس انا مش هضيف عسل، ممكن كمان تضيفي ليمون. طبعا الناس اللي عن بشرتها حساسة لا هتضيف ليمون ولا هتضيف عسل. احنا محتاجين ايه يعني من كل حاجة حاجة واحدة. بمعنى هنجيب بقى من هنا يعني هنجيب ربع معلقه صغيره من الكركم. طبعا زي ما احنا عارفين الكركم ما نكترش فيه بشكل عام. وهناخد معلقه من الشوفان، معلقه صغيره من الشوفان، لانه في الاول وفي الاخر الوصفه بتاعتنا للبشره. ومعلقه من الزبادي بتزيل الوش يعني الطبقه اللي على السطح، تمام اهو، وبتاخدي معلقه منه بس، بتدوبها طبعا كله مع بعض. وهنا انا هضيف قطرات صغيره جدا جدا من ماء الورد اختياري، بس انا بحب اضيفها في الماسكات لانها جميله جدا. ماء ورد بحيث ان الماسك بتاعي ما يكونش سميك كده، تمام. هبتدي ان انا انزل على بشرتي بالشكل ده على كل البشره، تنشره على كل البشره الشكل الجميل ده. ما تقلقيش خالص من ان الكركم لونه اصفر وان هيصفر لك البشره والجو ده خالص، لا طبعا تلاقيش اي حاجه خالص من ده اهو بالشكل ده. طبعا هو انت بتعمليه على ايدك وعلى بشرتك، لان دول اكتر اتنين بيكونوا عرضه لاشعه الشمس والاتربه وعوامل الجو المختلفه بالشكل ده. بتوزعيه طبعا على بشرتك كامل دون مناطق العينين بالشكل بتاعنا ده. بتسيبيه بالظبط تلت ساعه. هنقولك بقى هنا لما بتسيبيه تلت ساعه بعد كده لما بتحبي تزيليه عشان يعمل معاكي نتيجه هتعملي ايه. زي ما انتوا شايفين المنظر اهو، هتزيلي كده لان طبعا بعد تلت ساعه هو هينشف معاكي، هتزيلي كده بس تقعدي بقى في حته هوا ويكون بالليل بالشكل ده بحيث ان انت تفركيه. بعد ما تفركيه طبعا انا هسيبه هنا ربع ساعه، بس طبعا اكيد مش هسيب الفيديو عليه، هسيبه ربع ساعه معاكم. وبعد كده بعد اما تفركيه بتغسلي وشك طبعا بالميه الجاريه عادي جدا، بعد كده بتمسيه بماء الورد. الوصفه دي هتعمل لك على ازاله الجلد الميت، هتعمل لك على ترطيب البشره، هتعمل لك على تفتيح البشره، كمان هتجدد لك الخلايا. يعني وصفه جميله جدا 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 من الاخر. فيديو بسيط وسهل، يا رب ينال اعجابكم. ولو بيعجبكم وصفاتي بشكل عام ما تنسوش باللايك والشير والسبسكرايب. دمتم في حفظ الرحمن، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.